في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر منظمة الدفاع عن المسيحيين، تم تخصيص جلسة حوارية خاصة عن لبنان جمعت عددا من الخبراء الذين حللوا الوضع اللبناني الراهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الطريقة الوحيدة لمحاربة حزب الله تكمن في دعم الجيش اللبناني كي يصبح بمقدوره الوقوف بوجه هذا الحزب الذي يسيطر على المشهدية اللبنانية. ما يميز لبنان هو العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، وهذه الشراكة تفرض احترام مختلف الطوائف في لبنان. المحطة الأكثر تأثيراً لعمل المنظمة كانت اللقاءات التي تحصل داخل أروقة الكونغرس والتي تلخص مطالب وأهداف IDC. انتهز هالفرصة لأشكر الشعب الأمريكي على دعمه المتواصل للجيش اللبناني بهاللحظات المهمة بتاريخ لبنان. كتير مهم أن نحافظ على القوات المسلحة اللبنانية، وديش الشعب الأمريكي والدولة الأمريكية مهم تضل تطلع وتنظر إلى الجيش اللبناني أنه هو حامي الوطن وهو الأساس باستقرار لبنان. عرفنا من الكونغرس الأمريكي أنه السلاح والفساد هي معادلة وحدة، السلاح بيغطي الفساد والفساد بيغطي السلاح، والعقوبات رح تجي على اثنين. منظمة الدفاع المسيحيين كانت جاهزة هذا العام للدفاع عن لبنان ومصلحة شعبه الذي لطالما عانى النكبات بسبب حكم طبقة سياسية غير مسؤولة وفاسدة. تمكنت منظمة الدفاع عن المسيحيين في مؤتمرها الثامن بدفع الكونغرس الأمريكي بتبني أجندة لبنانية وطنية كدعم البطريرك الراعي بمسألة الحياد، بالإضافة إلى زيادة المساعدات للجيش اللبناني سنويا، وطبعا مساعدة المجتمع اللبناني الذي يمر بضيقة اقتصادية استثنائية مباشرة من دون المرور بالحكومة اللبنانية. من الكونغرس الأمريكي، الأندر غام، MTV.